هذه غرفة تجارة وصناعة وزراعة بيت لحم، مؤسسة من المفترض أن تكون حلقة الوصل الأولى بين التجار والصناع مع محيطهم الاقتصادي، ولكن كيف يقيم التاجر البسيط دورها وعلاقته بها؟ هذا سؤال طرحناه على عدد منهم، فكان ما يسمى تصريح الدخول إلى القدس وأراضي 48 أساس معظم الأحاديث. عشان التسليح بيطلع بيجيب التسليح بيطلع بيجيب بضاعة. هذا الخدمات الأخرى اللي تقدم للتاجر من قبل الغرفة مطلع عليه. ويساك ويسين بعطونا التسليح يعني كل 6 شهور بنتهي بجيبوا لنا إياه، قبل ما ينتهي بيبقى في جيبتنا. الغرفة التجارية بتقوم بعملها، هي يعني كويسة، بتسوي ندوات، بتعمل بتقول للناس اللي بدها مثلا تطلع برا على تركيا وعشي في أمور التجارة وإشي، بس بالنسبة للناس المرفوضين وإشي بتحاولش إنها تحسن لهم، اللي يسووا التسريح اللي يقدروا يدخلوا جوا ويعملوا تجارة مع جوا يعني. جديد والله، يعني صرت أتابع، بعتولي أنا عندي إيميل، بعتولي كل شيء بيصير عندهم على الإيميل عندي الغرفة التجارية. في شغلات مميزة زي دورات العبري، بيعملوا كمان بفرجيك شو في معارض ممكن تشترك فيها، بشغل بيعمل شغلات تسهيلات منيحة، بس ما احنا عارفين يعني معظم الناس بتشترك في الغرفة التجارية عشان موضوع التصاريح. وجهة النظر هذه نقلناها إلى الغرفة التجارية التي كانت بدورها مطلعة على هذه الفكرة النمطية، لكن وجهة نظرها كانت مختلفة تماما. الناس ما أخذ فكرة إنه الغرفة التجارية بس إنه أنا بدي أجي أسجل في الغرفة التجارية عشان التصريح، لا، هذا الحكي. الغرفة التجارية تشمل قطاعات واسعة يتوجهوا إليها ويأخذوا المعلومات ويستفيدوا، إحنا أصلا موجودين حتى يستفيدوا، وإحنا أصلا موجودين في خدمتهم. حدث بياناتك في الغرفة التجارية، إيميلك، تليفونك، اللي الموظفين الغرفة التجارية يتواصلوا في أي نشاط يكون في هذا المجال، سواء في مجال السياحة، في مجال الصناعة، في مجال التجارة، في مجال أي شيء. وعن الرسوم التي تجبى من التجار مقابل انتسابهم إليها، تقول الغرفة إنها رسوم رمزية في مقابل ما تقدمه من خدمات يمكن أن ينتفع بها التجار. جلب الغرفة التجارية يا سيدي تابع مع الغرفة التجارية، مش أنت بس مجرد أنك بدك تسجل وخلص. يا سيدي زور الغرفة التجارية في كل شهر مرة، كل أسبوعين مرة، تعال اشرب قهوة، إذا أنه تواصل اسأل، في عنا طاقم جاهز يتعاون مع الكل. وقد يكون الواقع السياسي قد فرض نفسه على واقع العلاقة بين التجار والغرفة التجارية، ولكن بالنتيجة فإن تعزيز التواصل بين الطرفين ليس من شأنه إلا أن يكون رافعا للواقع الاقتصادي في كل الظروف.